أهلا وسهلا بكما في وكالة أسفاري المغربي، كيف يمكنني مساعدتكما اليوم؟ أريد زيارة أماكن تاريخية في مراكش، هل يمكنك ترتب ذلك؟ أنا مطمة بالاسترخاء والتسوق في الأسواق، ما الذي تشيه به؟ بالنسبة لزيارة الأماكن التاريخية، يمكننا تنظيم جولتي في قصر الباهية وحدائق الماجور. هل تشمل الجولة المرسيادا والتحدث العربية والإنجليزية؟ وبالنسبة للتسوق، هل هناك أماكن جديدة يجب أن أزورها؟ نعم، سيكون معكم مرشد سياحي متعدد اللغات والتسوق. أوصي بزيارة سوق المدينة حيث يمكنكم إيجاد خراف الدوية. هل يمكننا أيضا زيارة الجوامع التاريخية؟ أريد أن أعرف المزيد عن تاريخ المغرب. والنوع المتجدد الذي يمكن شروها من السوق. بالطبع، يمكن تنظيم زيارة إلى مسجد القطبية، وهو من أشهر المعالم التاريخية هنا. شكرا لك، هذا يبدو مثاليا. كم تكلفة هذه الجولات؟ أريد أيضا التأكد من أن الأماكن التي نزورها تقدم خياراتي طعاما حلالا. الجولة الكاملة بما في ذلك المرشد السيئ ورسوم الدخول ستكلف كل منكما 200 دولار. هذا مقبول، من فضلك هذ لنا هذه الجولات. نعم، ويرجى إرسال تفاصيل جولتي وتوصياتي المطاعم إلى البريد الإلكتروني. مرحبا كمسني ونور العزني، أود مناقشة كيفية تحسين التواصل في مكان العمل، ما هي افتراحاتكم؟ أتكل أن علينا تحسين قنوة التواصل الداخلي. ربما تمكننا استخدام برامج تواصل أفضل. نعم، وأكثر أيضا إقامة مراسي عمل تقريبية لتعزيز مهارة التواصل بين الموظفين. فكرة رائعة نور أزمي. كم سنة، ما هي الأدوات التي تعتقد أنها قد تكون مفيدة في هذه الورشة؟ ربما يمكننا استخدام العروض التقديمية التفاعلية وألعاب دورية تحاكي المواقف الصعبة. ومن المهم أيضا أنهم بتأهيل الورش لمعرفة تأثيرها على الموظفين. متفقون،
سأتولى تنظيم هذه ورشي وتحديد مواعيد مناسبة للجميع. الحمد لله، شكرا عبد الله. أنت تعلم لرؤيتي كيف ستساعد هذه الجهود في تحسين بيئة العمل. أنا متحمسة أيضا. التواصل الجيد يمكن أن يغير من ثقافة الشركة. نعم هذا صحيح، سنتابع التقدم ونجري التعديلات حسب الحاجة لضمان النجاح. مرحبا، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ أشعر بألم شديد في بطني. من فضلك اجلس هنا، سنجري بدل فحوصاتي. منذ متى وأنت تشعر بهذا الألم؟ يدعى منذ يومين ويزداد سوءا. هل تعاني من أي أغراض أخرى مثل الحمى أو القي؟ نعم، لدي حمى خفيفة وشعور بالغثيان. حسناً، سنقوم بإجراء فحص دم وأشعة لتشخيص الحالة. سأجهز الأدوات الطبية لفحصي. كم من الوقت يستغرق الوصول على النتائج؟ سيستغرق الأمر بعض الساعة فقط، يرجى الانتظار بصبر. هل يمكنك أن تخبرني إذا كنت تعاني من أي حساسية للأدوية؟ لا، ليس لدي أي حساسية معروفة. حسناً، سنبدأ العلاج المناسب بعد الحصول على النتائج. إذا كنت بحاجة إلى أي شيء، لا تتردد في الاتصال بنا. شكراً لكم على المساعدات.